السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا يا شباب الذي يقدم زيارة عائلية الآن الذي يقدمه الآن لازم تنتبه، لازم تكون الصورة واضحة، لازم تكون مقاسها 400 بكسل في 600 بكسل، ولازم تكون متناسقة، ولازم تكون الوجه يعني تتصور باستديو، يعني هو عارف شغله. البعض هذا بالذات الذي راحوا قطعوا جوازات من المهرة ولا من تعز ولا من عدن عن بعد بسبب انهم بمناطق بعيدة، للأسف يعني بدل ما يروح يعني يصور ابنه صورة واضحة، صورة واضحة، صورة واضحة، يكون يعني لما تكون في الجواز متناسقة، لا يروح يصور لك ابنه يلعب ولابس البدلة حق اللعب وقد حالته حالة وراح يعملوا النبي الجواز، يقول لك يا أخي ليش رجعوا جوازي من السفارة بعد 3 أشهر؟ خلاص يا أخي، أنت لما تجيب ثنتين صور جيب واضحات، صور الجواز نفسه تكون واضحات، رجعت جوازات بعد 3 أشهر انتظار بسبب إن الصور غير واضحة الذي في الجواز. وكذلك أحيانا الصور الذي يجيبوها يسلموها مع الجواز كذلك غير واضحة، لازم تكون الصور الأمامية الخلفية بيضة، لازم تكون متناسقة، لازم وضعيتك مرتبة مثل كل الناس الذي عاملوا يسلموا صور واضحة. لكن أنا قد شفت عينات بنفسي، والله شفت عينات فاستغربت أنا كيف الناس يعملوا هذه الصور في الجوازات حقهم، يعملوا صور مرتبة واضحة حسب المقاس المطلوب، جاء تعميم من السفارة إلى المكاتب وأرسلوا لهم بعينات بالصور، لازم تكون الصورة زي كذا. هذه الصور الذي أرسلوها لازم الصور تكون نفس هذه، حتى الحجاب لازم يكون مرفوع شوية لا هنا للجبهة، هذا قد تعميم لهم إنه لازم تكون الصورة مثل هذا. فأنتم الآن اللي بيعمل زيارة لازم يكون حريص، لازم يكون حريص إنه يكون الوجه كامل بائن والصورة متناسقة، الحجم 600x400 بكسل. بالمفروض المكاتب كمان يوضحوا، بالذات الذي عندهم صفحات عندهم متابعين يكتبوا لهم يوضحوا لهم، فعلشان ما تتأخرش تجلس 3 أشهر منتظر وانت المعاملة حقك بالسفارة وبالأخير يرجعوها علشان الصور وضع تعبك كله تنتظر 3 أشهر مرة ثانية. فهذا اللي حبيت أوضحه لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.